لا بتير عفيت وانا ابن قاسم بطلق القيفان دام الشر حاسم والحليل دفها نود الموازم ما تجيب الا الجزايل وصداره ما تجيب الا الجزايل وصداره من خزاين عربية وغفرية خط يا مهران حرف الأبجدية صب سمحان الدفا والنومسية موطن الحكم وبوها ممدارة لا بتير عفيت وانا ابن قاسم بضلق القيفان دام شر حاسم والحليلة دفها نود المواسم ما تجيب إلا الجزايل والصدارة ما تجيب إلا الجزايل والصدارة خص حاتم والصفات الحتمية بنت محاتم مشتهر والنار حية قايد وضرغام في يوم الحمية منتهن فن الإدارة والجدارة منتهن فن الإدارة والجدارة نخوته نخوات سناديد المواقف ما يبالي فشدايد والعواصف حد مكنون وما أمن كل خايف حكلي في وقت المحن تشب نارة حكلي في وقت المحن تشب نارة العمر يا مجد العنا وين العظيمة في سجلات التواريخ القديمة همة وهيبة وقوة مستديمة رفرفت رايتهم بعلى منارة رفرفت رايتهم بعلى منارة هذه القبيلة ينعرفني شانها قبلة الناموس من عنوانها ثقل البلد بشيوخها ويانها ورجالها وفرسانها في كل غارة ورجالها وفرسانها في كل غارة خص حاتم والصفات الحتمية بنت محاتم مشتهر والنار حية قايد وضرغام في يوم الحمية منتهن فن الإدارة والجدارة منتهن فن الإدارة والجدارة نخوته نخوات سناديد المواقف ما يبالي فشدايد والعواصف حد مكنون ومأمن كل خايف حكلي في وقت المحن تشب نارة حكلي في وقت المحن تشب نارة العمر يا مجد العنا وين العظيمة في سجلات التواريخ القديمة همة وهيبة وقوة مستديمة رفرفت رايتهم بعلى منارة رفرفت رايتهم بعلى منارة هذه القبيلة ينعرفني شانها قبلة الناموس من عنوانها ثقل البلد بشيوخها ويانها ورجالها وفرسانها في كل غارة ورجالها وفرسانها في كل غارة.